طيب ومعانا المنسف 2 كيلو لحم الغزال مزارع الكوثر، فلفل اسود، حب هال، حبه بصل كبيره، ورق غار، 4 كوب ونص ميه، 3 كوب ارز دايجر، و3 معالق سمنه بلدي، 3 معالق كبيره زيت شعبان، معلقتين كبيره ملح، ونص معلقه كبيره كركم. طيب بايش رح نبلش احنا؟ نبلش اول شيء باللحمه، ننقعها ونغسلها من العظم والدم اللي عليها. ممتاز، تمام. طيب بس نخبرهم شوي عن لحم الغزال وانت عم تشتغل شيف. هلا بالنسبه للحم الغزال زي ما حكينا وزي ما بنعرف وكلنا بنعرف لحم الغزال ما فياته دهون، فاليوم رح نعمل منسف للناس اللي ما بحب الدهون بالمنسف، واللي ما بيكون خلينا نحكي الناس اللي بحاولوا يكونوا صحيين ويحافظوا على اكلهم الصحي. طيب 100% تخبرنا شوي عن لحم الغزال شيف، ايش هو، مين هو، وشو، تمام، شو مع شهادات؟ خلينا نحكي عن شهاداته هسه. لحم الغزال اولا ما فيه دهون بالمره، حلو. اثنين مذبوح على الطريقه الاسلاميه. واهم شيء بلحم الغزال بمزارع الكوثر انه حائز على شهاده البي ار سي اللي هي اعلى شهاده جوده. شهاده جوده من وزاره الزراعه البريطانيه، اعلى شهاده جوده، اعلى من الايزو واعلى من الهسب. حلو. بتهتم بمعايير اللحم لابعد حدود. انه طيب. نحكي لهم بس شوي عن شهادات الايزو والهسب عشان الناس تكون عندها فكره ايش عم نحكي. الهسب والايزو هم شهادتين بتاخذوا عشان موضوع النظافه، موضوع السلامه العامه والسلامه المهنيه داخل المنشات الغذائيه، وهاي الشهاده اللي هي البي ار سي هي واحده من اعلى الشهادات اللي بتحصل عليها الشركات الغذائيه بشكل عام والمطاعم بشكل خاص. تمام. طيب شيف بدك اساعدك بشيء انا هون؟ بدنا بس هسا نعلق اللحمة على النار، تمام، عشان بس نسلقها ونرفع زفرها الأشياء. طيب انت هسه هون ليه حطيت مي؟ حطينا مي عشان نغسلها من الدم ونغسلها من فتافيت العظم اللي أثناء التقطيع. حلو. احنا هون استعملنا الموزات، الموزات وفخذ الغزال، وفخذ الغزال والكتف. والكتف، نعم. طيب ممتاز ممتاز. طيب هلأ خلينا نروح لموضوع اللحمة، بدنا نعبيها مي. تمام، نبدا بالرز عبين ما نعبيها. يلا نبدا بالرز. تمام، الرز هيو من شو بدنا للرز؟ تمام، رز شعبان كيلو ونص منقوعين بمي سخنه نص ساعه. تمام تمام، بدنا للرز زيت شعبان، حلو، عشان نحمصه قبل الطبخ. هذه مفتوحه، تمام. طيب شيف هات خبرنا شوي عن حالك انت، شو قديش صار لك بمجال الاكل والمطاعم؟ انا بلشت في مجال المطاعم من 2004. 2004؟ نعم. والله عمر. والله عمر. حلو. كان تخصصي كله. طيب. اكل غربي. نشغل الغاز على اشي، على اعلى اشي بدك اياه، مزبوط، عشان نرفع زفرها بسرعه. حلو. طيب. هلا بالنسبه لسلق لحمه المنسف، على عدد قطع اللحم لازم يكون حجم القدر، انه اللحمه تاخذ راحتها، لانه في عندنا موزات وعندنا كتف وعندنا فخذ، يعني بالنسبه للحمه انواع، شيء بيستوي قبل شيء. طالما اللحمه ماخذ راحتها بتتقلب براحتها، بيطلع الزفر اسرع وكلها بتاخذ نفس درجه الاستواء. 100% تاكيدا على كلام شيف محمد. هلا اللحمه بشكل عام عندنا نوعين، عندنا شيء بنسميه هاي كونكتيف تيشوز، وعندنا شيء ثاني بنسميه لو كونكتيف تيشوز، اللي هي بيكون النسيج الضام تبعها عالي، هاي بتحتاج لوقت طبخ كثير طويل عشان تعطينا التراوي اللي مدور عليها، وال اللو كونكتيف تيشوز اللي هي النسيج الضام تبعها بيكون قليل، هاي ما بتحتاج لوقت عالي زي الستيك، زي اللحم المفرومه، زي القطع اللي بتكون بظهر الذبيحه، وهاي ما بتحتاج لوقت كتير عالي. طبعا ما بدي بدي اذكركم وما تنسوا انكم تشاركونا على صفحتنا على فيسبوك عمان تي في اوفيشال باللايف كفرج لبرنامج بنبهار ونار، لحتى تشاركونا بتعليقاتكم واسئلتكم الي ولشيف محمد. طيب شيف اهلا. هلا هون احنا راح نبلش باللحمه. اللحمه راح ننزلها بعد ما نصفيها بالمصفاي. حلو. بعد ما نصفيها بدك مصفاي صح؟ نعم. خليني اعطيك مصفاي من هون. طنجره ثانيه لللبن. تمام. هاي منيحه المصفاي؟ منيحه كثير. اتوقع ممتازه. 100%. تمام. طيب راح نصفي ميه اللحمه. بنكون ناقعينها نص ساعه. 100%. تقريبا قبل على الاقل. كل ما نقعت اللحمه فتره اطول كل ما نضفت اكثر وكانت على الطبخ اسهل. حلو. تمام.
انه القصد على الطبخ. طيب شيف، ما 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 بتستعمل السكينه، ما بتنظف، ما بتعمل تريمينج لها؟ لانه لحم الغزال اوريدي خالي من الدهون، ما أوكي. في اي شيء عليه يتنظف. حلو. وبعد السلق القشره الخفيفه اللي ضايله عليها بتطلع لحالها. ممتاز. نعم. ممتاز ممتاز. هلا اهم شيء بدنا احكي انه المنسف لازم ينزل بمي بارده. لازم ينزل بمي بارده، نعم، عشان اللحمه ما تشد. حلو، تمام. اول خطوه بننزل اللحم لحال، ما بنحط اي مطيبات. الباقه العطريه اللي احنا جايبينها للمنسف اللي هي ورق الغار والهال والبصل، هاي بنخليها للاخير. حلو. بعد ما نرفع الزفر عشان ما نشيلها ونكبها. ممتاز. نعم. طيب تاكيدا كمان على كلام محمد، للناس اللي ما بيعرف طريقه سلق اللحمه، طريقه سلق اللحمه اول شيء بنحط اللحمه بمي بارده زي ما شيف محمد عمل هنا، بنستنى للمي تغلى لتوصل لدرجه الغليان. في طريقتين هلا هون، في اما بتقدر تكمل على نفس المي بس تشيل الزفر بعدين نحط شيء بنسميه بوكي غارنيه اللي هي الباقه العطريه اللي حكى عنها شيف محمد، تقدر تحط فيها خضار زي الجزر، البصل، البروكلي، سوري الكرافس، وكمان الهيل، ورق الغار، قرفه، البهارات اللي انتم بتفضلوها وبتحبوها بتحبوا نكهتها باللحمه. والطريقه الثانيه انه بنوصل المي لدرجه الغليان لنضمن انه الزفره طلعت من اللحمه كامله، بنزت هاي المي بنكبها وبنستعمل مي جديده بنوصلها لدرجه حراره تقريبا 85 درجه مئويه اللي احنا شيء بنسميه سيمرينج او تبخير مش غليان. بعديها بنتركها لفتره منيحه على النار لحتى تعطينا نكهه بمرقة اللحمة أو الدجاج. تمام شيف. تمام. هلا هون رح نستنى المي لتغلي. بالضبط. لبين ما تغلي المي نعمل الرز والشراب بتاع المنسف. طيب يلا. هلا نحكي الشراب من إيش بتكون؟ إحنا أوريدي عاملين من الصبح. رح نبلش باللبن هلا ولا نبلش بالرز؟ باللبن. شو بتفضل؟ باللبن. طيب باللبن نروح 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 لمقادير لبن الجميد. طيب معنا للبن راس جميد بلدي او جميد الشعبان، 3 لتر مخيط، نصف لتر ماء عشان ينقع الجميد فيه، حب هال ناعم، وربع معلقه صغيره بهارات منسف، مرقه لحم، فلفل اسود ناعم للتزيين، خبز، بقدونس، مكسرات مقليه. طيب شيف بدك تورجينا راس الجميد؟ اها. طيب هاي راس الجميد. تمام. هذا راس هذا اغلى ما نملك. نعم. هذا يا جماعة الخير ثروتنا الأردنية وتراثنا الأردني كله مكون بهذا الراس اللي جدودنا وأبائنا حافظوا على هذا الإشي وطوروه ووصلوه للعالمية. وبمناسبة هذا الجميد بدي بمناسبة هذا الراس بدي أبارك لشيف عمر سرطاوي اللي شارك بإيفنت عمان ديزاين ويك لهي السنة وعمل تمثال اللي هو الراسين المعروض بأقدم تمثال في العالم اللي معروض باللوفر بلندن أتوقع، صراحة ناسي وين أي بلد بالضبط، لكن هو معروض باللوفر وعمل اللي هو جميد الكردرين بسموه أو الإسمنت الجميدي، وهو صالح للأكل. فبدي أحييه على هذا الإنجاز، وبدنا نحيي الجميد على تراثنا اللي وصل للعالمية ورفع راسنا فوق. برافو. طيب هسا إحنا ما رح نستعمل الجميد هذا. نعم. في جميد رح نستعمل جميد شعبان اللي هو سائل. نفسه نفس كواليتي ونفس نوعية وجودة الجميد العادي، سائل رح يوفر علينا كثير خطوات، رح يوفر علينا نقع الجميد، رح يوفر علينا ضرب الجميد بالبلندر أو الخلاط الكهربائي، رح يوفر علينا أنه نصفي الجميد لأنه هذا جاهز مجهز ما بده أي شيء غير تحطه على النار، تخلطه مع اللبن المخيط أو الشنينة، تحط البهارات اللي بتحبها، استناه يغلي، صحتين وعافية. طيب نفوت هون. وين الطنجرة؟ الطنجرة عندك. هاي المفروض انها هاي. هاي كانت للرز. للرز بنستعملها للجميد بعدين بنجيب واحدة للرز، ما تقلق. اوكي ما في مشكلة. هلا بالنسبة للشراب المنسف سهل تحضيره زي ما تفضل الشيف، بالنسبة لجميد شعبان لأنه سائل. هاي عندك هاي هون. نعم نعم. كفى معلقة صغيرة فيه. بدنا نفتحها كمان شوي. المعالق عندك هون شيف، ثالث جرار على الشمال، على شمالي. أوكي. شمال. تمام تمام. طيب طبعا زي ما انتم شايفين الجميد عبارة عن جميد مطحون مهروس جاهز، اسمعوا ريحته كمان والله نفس الجميد نفس الجميد البلدي 100%. يعني طيب. اول ما وصل النار. تمام. نضيف له كل لبن المخيط. نعم لتر مخيط بده تقريبا. طيب بدي أذكركم برقمنا اللي حابين يتواصلوا معنا ويشاركونا أصواتهم الجميلة مصبحوا معنا، رقمنا هو 06-566-50-55 06-566-50-55.
طيب هلا الدمي ضايل له عنا عشان يجهز شراب المنسف. حلو. بس البهار، بهار السمن. بهار السمن، تحكي لنا شوي عن بهار السمن شيف، ايش هو؟ بهار السمن في عشبة اسمها الحندقوق. تمام، في ناس بتضيف لها شوية كركم وبعض البابونج. حلو. تمام، بس منكه طيب جدا للمنسف. 100%. مرات نستعمله حتى بطبيخ الرز، مش شرط بس طبيخ الرز. نعم. حلو. رز المنسف. ممتاز ممتاز. وسمن بلدي. وسمن بلدي. هلا طبعا هاي احنا بنسميها حواشة المنسف. ايوه، حواشة المنسف. طبعا بدي ازيد كمان على شيف محمد، انا بالنسبه لي هذه البهارات انا كثير بحبها، اللي هي المردقوش، واهل السلط حبايبنا بوجه لهم تحيه، معروفين كثير فيها. كمان انا بوجه لهم تحيه. وكمان اهل الشمال الحبايبنا الدروز بالازرق كثير معروفين فيها بالمنسف المليحه، بيضيفوها على اللبن بعطيها لون هيك اخضر فاتح كثير رهيب وطعم كثير خرافي. حلو. فهاي كمان تقدروا تجربوها مع حواشة المنسف هنا وتجربوا الطعم الخرافي تبعها. تمام. طيب هلا شيف راح نضيف، قلنا البهارات كامله. نعم. بهار السمن يغلي ونضيفه هلا بعد اول غلوه. بعد اول غلوه بهار السمن عشان يمتزج منيح مع بعض. حلو. تمام. هلا بدنا مصفاي عشان بلشت مرقه اللحم تطلع الزفار. بدك مصفاي او اي كفكير صغير بس عشان نفرديهم؟ بتقدر تستعمل هاي. بنقدر نقدر. تمام. طيب. خليها على جنب بس عبين ما هيها عندك. انا قربت تطلع. نعم. نشيل فيه. هلا طيب. احنا بالفاصل شلنا زفر اللحمه وحطينا عليها ورق الغار والهال والبصل، هاي هي الباقه العطريه تاعت سلق اللحمه بس 100%. تمام. هاي كانت بين هلا الفاصل. كمان عندنا موضوع اللحمه، حطينا اللحمه ب باللبن بالشراب. نعم. هو لبن الجميد مع الشنينه وضفنا عليها وراح نضيف عليها البهارات، بهار السمن إشي لا يذكر لانه اساسا نكهه اللحمه فيه. تمام. وسمن اساسي، سمن بلدي، صفى بهار السمن مكمل يعني للنكهة. حلو. تمام. والرز بس شغلتين، بدنا نحط السمن البلدي. حلو. وشوية زيت. ممتاز. عشان حبات الرز تكون بعيدة عن بعض. هلا السمن البلدي نكهة كتير عالية، زائد انه بخلي حبة الرز نفسها غير انها مستوية. حلو. طرية شوي. 100%. ومفتح عن بعضه. 100%. تمام. عشان هيك احنا في المنسف وحتى بدأ لو برد ما بيلزق. نهائي. ما بيكتل مع بعض. واذا زاد مع ست البيت في البيت رز بيعيش لتاني يوم وما بصير عليه اي اشي. حلو. على كل الاحوال هيو. طيب. بس شوية زيت ومنزيد عليه الرز ومنحمصه براحتنا. حلو. بعدين بنضيف المي والكركم والملح. بعدين المي. نعم. طيب كل كوب رز قد ايه بده؟ بده الرز الابيض المنسف بكون ميته اقل من رز البسمتي. حلو. يعني لكل كوب رز تقريبا كوب ونص. كوب ونص. مش كوبين. ممتاز. تمام. ممتاز ممتاز. طيب شوف. طيب. انا هون راح اغش شوي. تمام. انا شخصيا ما بحبش استعمل العصفور بالرز كثير. حلو. فنستعمل الزعفران. اطيب واطيب. اطيب واحلى ولون احلى. نعم نعم. تمام. فرنحط شوي. هيك كافي؟ كافي. ممتاز. تمام تمام. يلا. طيب خلينا ناخذ شوية مشاركات من لايف على فيسبوك، طبعاً تقدروا تشاركونا على عمان تي في أوفيشال على فيسبوك لحتى تشاركونا باللايف كفرج الموجودة على صفحتنا. هلا شوف احنا هون بس بنحمص الرز منيح منيح، لازم كل حبة رز تقريباً تتغلف بالسمن البلدي والزيت. هذا بخليها تستوي براحتها بدون ما اي حبه تلزق بالثاني، بنسميها في المطابخ انه برزرز. برزرز 100%. نعم. طبعا بدنا نوجه تحيه لنور، لماهر، فيصل، روجين ومها. ماهر مشارك معنا منيح اليوم. طيب ومن بعد ما عملنا الرز. نعم. طبعا الرز حطينا عليه عصفر او زعفران، النكهه اللي انتم بتفضلوها، ومن بعدها خليناه تقريبا ثلث ساعه على النار 20 دقيقه بالضبط، من 16 ل 20 دقيقة على نار هادية لحد ما ينشف معنا، لحد ما ينشف وزي ما بنحكي يرزز. طيب هلا هنا خلصنا غلي اللحمة مع اللبن. نعم. رح نطولها. هلا في ملاحظة بدي احكيها بس عن لحم الغزال. انه باخذ وقت اطول شوي من لحم المنسف. حلو. الخروف العادي. بالعادة كم ساعة بده ما بين سلق وما بين غلي مع اللبن؟ غلي اللبن هي طرق يعني كل واحد راجع له، في ناس من اول بحطوه مع اللبن على طول. بيسلقوه مع اللبن. بيرفعوا زفرهم للبن على طول بكملوه. هو على كل الاحوال بده 3 ساعات، من 3 ساعات لثلاث ونص حسب عدد اللحم، يعني ممكن من 3 لثلاث ونص. بتفرق عند الناس انه كميه اكبر بس. يعني ست البيت اللي بده تعمل منسف يوم الجمعه بعينك الله اصحى بكير شوي، خذي لحم الغزال اطبخيه على رواق مع فنجان قهوه. تمام. حلو. وفيروز على الصبح. حلو. بيطلع معك 100%. اذا ما بدها تصحى بكير شوي اساعدك شيف. طنجره الضغط ساعه، ساعه وربع، ساعه وربع لساعه ونص. طنجره الضغط ساعه. انا شوف انا شخصيا ما بحب طنجره الضغط. اوكي. بس صاروا كل ستات البيوت ما يطبخوا غير فيها 100%. بس كمان اذا بدنا ناخذ طعم مرتب وإشي منيح. لا ما بلزم، ما فيش داعي لها. نعم. طيب
بدنا نبلش نرتب اللحمه على الصدر. طبعا شوفوا اللي بياكل المنسف بالصحن يعني ما فيش داعي يحط الصدر نهائيا، واصلا المنسف يحترم ولازم يتربى على الصدر، لانه الصدر هو العرش تبع المنسف وهو اللي راح يحضن هذا المنسف. مبدئيا اللحمه يا جماعه الخير كثير غنيه، كثير فيها لحمه، كثير فيها هبره، كثير في وما فيها دسم، وهذا إشي صراحه يعني كثير حلو. وكل الخصائص اللي بتفيد الانسان فيها ضعف ضعفين 100% عن العجل او الخروف. وكمان بدنا نحكي شغله كثير مهمه عن كل منتجات الكوثر، انه هي غير معدله جينيا 100%. ايش يعني؟ يعني على فرض المثال، كمثال البيضه اللي بتحتاج اسبوع بالمزارع العاديه لحتى توصل للسوق، بمزارع الكوثر بتحتاج من 21 يوم ل 40 يوم لحتى توصل للسوق. هذا بعطيك طعم جدا غني، بعطيك مواد ومعادن وفيتامينات كثير مهمه للجسم، بالاضافه بيعطيك نكهه كثير قويه. طيب انا صراحه بدي ادوق اللحمه مش قادر. اكيد بهمنا رايك شيف. طيب بدنا نزين باللوز. واو والله اشي مرتب صراحه. سنوبر اهم اشي بالمنسف. فيش مجال. طيب بالاخر رشه بقدونس. طبعا هاي اختلفوا عليها العلماء. حلو. اهل الشمال بحبوا البقدونس مع المنسف. تمام. اهل السلط ما بحطوا بقدونس. اهل الكرك ناس هيك وناس هيك. والله صفت برضو بترتبط بالمناسبه. طبعا احضروا لي يا زلمه. الشباب راح تنبسط اليوم.